لذلك نهر إيفرز مليان جثث، في جثث كثير ما طلعت وفي منهم طلعوا. يعني أنت تخيل شاب عمره مثلا 20 ولا 18، ليش بده يمرض ويموت وليش بده يتركوه؟ هون في سبب، في سبب عم يعطوهم حبوب كبتاغول. أوريانت بودكاست، نقترب أكثر من القصة لنرسم الحقيقة معا. أرحب معي مباشرة بالسيد خالد الشمري وهو متطوع بالبحث عن المفقودين، ينضم إلينا من ألمانيا. سيد خالد يعطيك العافية يا رب، لو بتحكي لنا أكثر عن نشاطكم وأنت متطوع منذ عام 2018 بالبحث عن المفقودين على طريق أوروبا، وأيضا أحد المسؤولين عن صفحة مفقودين طريق أوروبا على فيسبوك التي يتابعها الآلاف. تفضل. مرحبا، يعطيك العافية. الله أول يعافيك. شيء تحية لفريق أورينت وللمشاهدين جميعا، وبحب أشكركم أول شيء لأنه هذه القضية أنتم ضويتوا وقبلتوا ضووا على هذه القضية، القضية الهامة جدا اللي هي معتم عليها منذ الزمن. تفضل. وفي أعداد للأسف كثير، أعداد مفقودين هائلة في طريق بلغاريا، غابات بلغاريا، في طريق اليونان نهر إيفروس. بتحب يعني بحكي معك يعني أول شيء خطوات يعني كيف هن بيفقدوا ايه تفضل، احكي لنا عن بالنسبة لي. نشاطكم، طريقة عملكم، كم شخص بضم فريقكم، هاي التفاصيل. أول شيء الفريق نحن بيضم الدكتور الطبيب الشرعي باليونان بافيليوس، رئيس قسم الطب الشرعي، في مساعد له اللي هو الدكتور جان من هولندا متطوع، في عندنا متطوع ببلغاريا طبيب، وفي عندنا كمان متطوع دكتور بتركيا، في متطوع ببولندا. نحن كلياتنا تعرفنا على بعض وبلشنا بهذه الخطوة اللي هي البحث عن المفقودين طبعا بشكل مجاني. المفقودين بينفقدوا على الشكل التالي، يعني هي مستويات بالنسبة للهجرة، بيدخلوا بمستويات لأنه يعني طريق الهجرة كتير صعب وطويل وشائك كتير. المستويات في عندك المحاور اللي بيحاولوا منها نهر إيفروس، نهر إيفروس اللي هو صار مثل مثلث برمودا، كثير ناس اختفت فيه، طوله 400 كيلو متر. تدخل ناس، النهر سريع كثير، تيار تدخل ناس ما بتعرف تسبح. المهرب بيحمل عدد كثير كبير مع شناطي مع بوارات مع يعني شنطة محملة خيمة وما خيمة وكذا، والناس مفكرة أنه هيدا النهر مثلا هو ارتفاعه العمق تبعه ممكن متر ولا مترين ولا ثلاثة، وبيفكروا أنه شغلة بسيطة، هو إذا بتحط فيه سيارة بتمشي هذا النهر، بتاخده النهر بياخذ السيارة سريع تيار يعني. لذلك المهرب بيحمل عدد مثلا 10 ولا 13 واحد بيكبهم بنص النهر كرمال هو ما يخسر البلم اللي حقه مثلا 2000 دولار ولا ثلاثة، هو عنده البلم هذا أهم من أرواح هذول الناس. لذلك بس يكبهم ممكن الشنطة، شنطة المهاجر يعني ما إلى مسكات الشنطة، ممكن هي تتشربك برجله ولا بإيده ولا كذا، حتى إذا يعرف يسبح راح يرتبك ويدخل أسفل النهر. المجموعة مثلا تعدي 13 واحد، بينفقد واحد شو بيخبرهم هذا المهرب؟ إنه أنتوا روحوا ونحن بنطلع بنجيب فريق ونروح نطالعه، اتكلوا على الله امشوا لا تطلعوا وراكم. لذلك مثلا اذا 13 واحد خسروا واحد، هيدي باول نقطه مثلا سحبوا النهر. هذا اللي بيسحبوا النهر اللي يغرق في عنده خيارين، اذا بلع مي بيطلع بعد فتره يتنفخ ويطلع، يطلع على الطرف التركي او الطرف اليوناني، راح يطلع على وجه المي هذا اللي غرق، تمام؟ هذا اذا بلع مي وانتفخ هيك بيقول الطبيب، واذا مسكر تمه واختنق خنق راح يضل عالق بالطين وبجذور الاشجار. لذلك نهر إيفرز مليان جثث، في جثث كثير ما طلعت وفي منهم طلعوا، تمام؟ اللي يطلع على الطرف التركي أثناء مسير الدورية على حدود الطرف التركي أثناء المسير، إذا هي الدورية شافت جثة راح ياخذوها على مستشفى طب العدل إسطنبول، هناك مركز تجميع الجثث، هي الحالات اللي يعثروا عليها على نهر إيفرز، بياخذوا صورة الملابس الحذاء كذا شو لابس تقرير في مقبرة، بيتركوه مثلا شهرين، إذا ما حدا إجا سأل بياخذوه بيدفنوه بمقبرة مجهولي الهوية. في يعني عندنا مشكلة نحن مع عائلات المفقودين، وقت اللي هن يجوا يسألونا نوجههم، نحن بنقول لهم روحوا على مستشفى الطب العدلي اسطنبول اسأل، ما بيتقبلوا الفكرة، ما يتقبلوا فكرة إنه روح على المستشفى، هن
في ناس بتضحك عليهم تقول لهم ابنكم مسجون هو وبكره بيطلع وبعد شهر وكذا وتروح القصة سنين. لذلك البحث الصحيح هو نحن بشكل عام بسوريا، يعني قبل اي شيء يضيع، يعني بتضيع شيء بتروح على المقفر والمستشفيات، هذا الطبيعي. الخطوات الصحيحة انت لازم تروح على المقفر ومستشفى. ليش الناس ما تتقبل فكرة انه تروح على المستشفى؟ ليش يتقبلوا فكرة ابنك مسجون وبكره بيطلع؟ هذا الكلام ما في منه. ليش؟ لانه نحن عندنا محامي متطوع رشيد علي باليونان، تمام، متطوع هو، ما في سجين ما يقدر يتصل مع أهله. ركز لي على هاي النقطة. المحامي يقول أنه أي شخص بناخذ له بصمة، بياخذوا له صورة، بالدول بشكل عام ياخذوا له بصمة، صورة، بيانات، رقم سجين، ويروح. حتى اليونان إذا ما عنده محامي بيوكلوا له محامي بالمجان إذا متهم مهرب ولا ريبري ولا كذا. شغلة السجون هاي لازم الناس تنساها. ليش؟ لأنه ما في سجين ما يقدر يتصل مع أهله، حتى إذا ناسي أرقام يقدر يخاطب السفارة، يقدر يخاطب تركيا، يقدر يخاطب بوست، ما عنده مشكلة نهائية. في حتى مصاري يعطوا على فكرة، ممكن 2 ولا 3 يورو باليوم مصروف، يعطوك كرت بطاقة اللي هي يتصل فيها من تليفون عمومي. حتى إذا ناسي شيء، ممكن إذا واحد طلع من السجن، نحن تواصلنا مع ناس في عندهم واتساب وتليفون وكل شيء بالسجن والأمور تمام. طيب هلا نحن عم نحكي لذلك عن الطريق الصحيح سيد خالد للبحث عن المفقودين الطريق بالنسبة للأهالي، تحدثت عن مستشفى الطب العدلي في اسطنبول، شو في نقاط تانية ممكن الأهالي المفقودين يركزوا عليها؟ مستشفى الطب العدلي اسطنبول، رحنا سألنا، تمام، في عندهم هن بالكمبيوتر بياخذوا الصور وياخذوا البيانات وكل شيء وتقرير. لذلك هن عندهم بيمشوا على سيستم معين. بتفوت على المستشفى بتسأل، بيسألك الموظف أي تاريخ أنت فقدت ابنك، بتقول له تاريخ مثلا كذا كذا. حسب هذا التاريخ بيدخل على الكمبيوتر بيشوف هن دولتهم بشكل عام عثروا على شيء بهذا التاريخ بشكل عام، نطاق تركيا كله. لذلك حسب التاريخ اللي يعطيه والد المفقود للمستشفى هن بيبحثوا بالكمبيوتر. ليش؟ لأنه عنده 5 6 آلاف متوفي بدون اسم، إذا بده يقعد يفرجيه بده يومين ما يخلص. مشان هيك هن ياخذوا التاريخ الصحيح. للأسف في عائلة ما تعرف ابنها بأي تاريخ راح. ليش؟ لأنه هذول في قاصرين بيضحكوا عليهم، في مهربين بيضحكوا عليهم، تعوا يا خيي في طريق، في عنا سيارات، في عنا باخرات، في عنا قطار، في عنا طيارات. فهن يقنعون، وهذول القاصرين بيكونوا عم يشتغلوا بتركيا وبألف خير. للأسف في عائلات ما تعرف ابنها من أي جهة راح، هو من بلغاريا ولا راح من اليونان. عائلات تيجي تخبرنا عندي مفقود، يا خي ابنك شو لابس، جاكيت ولا لابس كنزة ولا البوط ولا. فنحن بس نعثر على جثة المشوهة، كيف نحن نحل هاي القضايا؟ بنحلها من خلال الوشم، من خلال اللي إذا لابس خاتم، ساعة، إذا العلامات حذاء. المميزة يعني. إيه، ما في شخص ما عنده. للأسف في عائلات ما بتعرف، بنقول له بعث لنا صورة ابنك شو لابس أثناء الهجرة، ما عنده صورة، بعث لنا فيديو، ما عنده. إذا نروح المهم على المستشفى يحفظ التاريخ أو يكون بيعرف التاريخ لخروج يعني الشاب المفقود لطريق الهجرة، وأيضا شو كان لابس، العلامات المميزة. نقاط أخرى سيد خالد شو مية ممكن؟ بالمية تفضل. رحنا على مستشفى الطب العدلي، شيك، ما عثرنا، تمام. هون بنجي على الطرف التركي، لأنه النهر طرفين، طرف تركي ويوناني. ما لقينا بالطرف التركي، نحن ننتقل على الطرف اليوناني اللي هو الدكتور بافيليوس، بمعنى هو متطوع، هو الدكتور جان. وأني خالد الشمري بيجي بيعطيني صورة، بيعطيني تاريخ دقيق، يعطيني موقع. لذلك أنا بشيل هالبيانات هاي، وين برسلها على الدكتور. مرحبا دكتور، عندي هاي الحالة، أنا بتاريخ كذا، نهر إفرز، الموقع كذا كذا، لابس. لازم يعطوني معلومات دقيقة. وأهم شيء اللبس. ليش اللبس؟ لأنه 99% من الجثث اللي نعثر عليه هي مشوهة. الأهل للأسف بدهم يحلوا القضية، العائلات على الفيسبوك، يا خالد ابعث لنا صورة تنقارن بينه وبين ابنه. يا حبيبي هاي جثث مشوهة، تعرف شو يعني مشوهة؟ في منهم يعني هيكل عظمي عم نلاقيهم سبب التشوه وعم شو نحلها بيكون معهم. سيد خالد؟ سبب التشوه؟ تحلل أي بني آدم 10 15 يوم هو مسدود بالقابة ولا اعترف أنه بيتنفخ، بيتفسخ، بيروح المعالم، هذا شيء طبيعي. لذلك كيف بدك تتعرف عليه؟ عندك الثياب ما راح يتحللوا، عندك الشنطة، وعندك إذا في شيء معدني، والأسنان محشوة حشوة،
نحن حلينا قضية مرة من خلال حشوة الأسنان، لقينا هيكل عظمي ورحنا قعدنا ببناء هذه الأسنان، ومن خلال الحشوة حددنا هويته، اسمه جاسم من الرقة. من خلال حشوة السن، شوف، سألنا زوجته هو حاشي سن؟ قالت لي إيه. نحن من خلال الحشوة ومن خلال الحزام ومن خلال القميص الأحمر والحذاء حددنا هوية هذا الشخص، وهو رماد. تمام، إذن بيتوجهوا لذلك للطرف اليوناني في حال ما نوجد عند الطرف التركي. عندما يتوجهون للمشفى سيد خالد، بعدين شو الخطوات اللي لازم يعملوها؟ 100%. هلأ نحن دورنا بمستشفى طب العدل اسطنبول ما لقينا، رحنا على اليونان ما لقينا. هون في شغلة كثير مهمة بالنسبة لليونان، هني بياخذوا عينات من الجثث، أي شخص ينعثر عليه بالغابة، ينعثر عليه بنهر إفرس، هني بياخذوا عينة من هذه الجثة. تركيا ما عندها استطاعة تعمل تحليل دي ان اه. ليش؟ لأنه ما بعرف، هني اليونان اتحاد أوروبي وتركيا لا، العكس، لأنه هذا مكلف كثير، مكلف كثير هذا التحليل. اليونان بياخذوا عينة دي ان اه. لذلك انت اذا بالسؤال ومن خلال الصوره، من خلال التاريخ، ما عثرت على هذا المفقود هو مصاب ولا بغيبوبه ولا متوفي باليونان، عندك خيار التحليل الدي ان اه. ونحن هذا نخليه اخر شيء. ليش؟ لانه مكلف، نحن ما بنحب نكلف هذه العائلات مصاري، نحاول نحل القضيه بشكل مجاني. اخر شيء نوصل لتحليل الدي ان اه لتحديد الهويه. ليش؟ اليونان اخر مره دفنوا 500 واحد بمقبره مجهولي الهويه باليونان اخر مره، ما يعني هو عدا البرادات بيتم اللي أخذ مكانها. عينات سيد خالد من جميع الجثث التي تم دفنها من يعني؟ جميع الجثث، هذا بشكل قانوني ورسمي، من جميع تمام. الجثث ياخذوا عينه دي ان اه. العينه هاي في اي شخص مثلا، هلا هاي اخر مرحله نوصل عليها يعني التحليل. ليش؟ لانه نحن نحاول ان نخفف معاناه الناس. الناس هذول يعني وضعهم المادي كثير صعب، وانت بتعرف يعني شو عم يصير معهم. تيجي بتقول له روح اعمل تحليل دي ان اه بكلفه 2000 دولار، مشكله كثير كبيره. فهو ما عنده مفقود، فهو مو المفقود متوفي يجي كمان يحط مصاري. هذا عدد ترحيل. نحن حلينا كثير قضايا على فكره، حلينا كثير قضايا بشكل مجاني، يعني ساعدنا الناس، عثرنا على اولادهم من خلال اللباس، من خلال الوشم، من خلال الساعات، من خلال الاحذيه. بس في شغله مهمه، ترحيل هذا الجثه من اليونان على سوريا على تركيا، هي بتكلف له لحالها 3-4 آلاف يورو. وفي عنده خيار ثاني، ممكن يدفنه بمقبرة المسلمين. فلذلك نحن بعدين نخير العائلة، انت بدك تدفنه باليونان ولا بدك تاخذه مثلا على سوريا ولا على لبنان، ولا هذاك موضوع لحال. سيد خالد كيف؟ خلصنا من اي تفضل كمل. هيدي النقطتين. مستشفى يعني النهر قسمين، مستشفى الطب العدلي اسطنبول، مستشفى الاسكندربولي اليونان. تمام، خلصنا من هون. هلا نجي عند على بلغاريا، لانه هن قراب على بعض. في الواحد يجي يحاول مثلا من اليونان بنهر افرز، تعرض للفشل، بعد ساعتين تلاقيه طب وين؟ بحدود بلغاريا اللي هي قريبه، بلغاريا تركيا. بلغاريا هنيك ما في نهر، في شريط شائك وفي غابات. تمام، في مشي، المهربين بيقنعوا الناس انه نحن عندنا سيارات. بالنسبه للطرف البلغاري، نحن عندنا سيارات راح تمشوا مسافه معينه، ممكن ساعتين ولا ثلاثه، تلاقي لكم سياره، وهي السياره راح تشيلكم على العاصمه. تمام، بيتفاجئوا المهاجرين انه لا في سياره ولا في شيء، هنا يعلقوا بالغابات وبوديان، ويخلص الطعام وتنفذ الماء معاهم. لذلك مثلا مجموعه 20 شخص، هاي المجموعه راح يتعب واحد، مستحيل يكونوا هذول ال20 ابطال. بعد مسير اسبوع، هن بيمشوا بالليل وبيناموا بالنهار. على فكره هيك يعني راقبت الجروبات على التليجرام، فيها 100 و200 الف هن بيمشوا بالليل. ليش؟ لانه نحن نفوت على جروبات المهربين. نحن على فكره بدي اوضح شغله، نحن ما بنهاجم لا مهربين ولا نهاجم سيارات ولا نهاجم جهات ولا نتهم ولا شيء. نحن بين قوسين بحث عن المفقودين. لذلك نحن بيهمنا نجمع معلومات من كل الأطراف، يعني حتى الأشخاص اللي مش منيحين نحن يهمنا إنه ناخذ منهم المعلومات. ليش؟ إني على الأرض هذول، أنا كثير مهربين بيحكوا معي عبر الصفحات، مرحبا عثرنا على جثة، يعطيك العافية نحن شفنا كذا. ليش؟ لأنه نحن ما بنهاجم. وتخيل إذا بدنا نفتح هجوم وبحث بنفس الوقت، راح نفشل. تمام، بالنسبة للي بينفقدوا سيد خالد في غابات بلغاريا، شو هون شو الطريقة الصحيحة للبحث عنهم؟
الطريقة الصحيحة للبحث عنهم مستشفى بوجارست، مستشفى الطب الجامعي ببوجارست. هنيك بياخذوا أي شخص يعثروا عليه بالغابات، هذول الأشخاص اللي تعرضوا للمرض والعفوا، والمجموعة تتخلى عنهم. المجموعة بس خلت عنه، يجي الحرس يعثر عليه ياخذوه على مستشفى بوجارست. لذلك أي شخص من أفراد الأسرة هو عايش بأوروبا عنده إقامة، فيه ينزل على اليونان يسأل، وفيه يروح ينزل بكل بساطة على بلغاريا يسأل. في ناس عندهم إقامات وما في حدا ما عنده أقرباء ومعارف، وهن بيرحبوا بهذا الشيء وبيساعدوا كثير وكثير مبسوطين ويتعاونوا إذا يجي شخص يسأل. هن كثير مستائين من هاي الأعداد اللي عم يتم العثور عليها وعم تندفن بدون اسم، مستائين كثير ويتعاونوا. حتى على الإيميل نبعث لهم، نحن بنتعاون بشكل مش طبيعي، ما عندهم مشكلة. هن في ناس يعني، هذا بدنا نوضح انه مشان الناس ما تخاف انه والله انا بدي اروح اسال على مهاجر بمستشفى بوجيرس، والله بدي انزل مثلا من المانيا وهولندا اروح على اليونان اسال على مهاجر، انا شو بده يصير معي، شو بده يقولوا لي. نحن عم نخبرك انه هن بيتعاونوا. ليش؟ في اطباء وقضاة عم يشتغلوا بشكل مجاني كرمال يحددوا الهويات. يعني هذا دليل انه هن يتعاونوا، ما في داعي للخوف. في ناس تخاف وبدها تحل القضية على الفيسبوك. إذن سيد خالد، يعني حتى نلخص الموضوع، المهاجرين عم ينفقدوا في حالتين، إما على نهر إفروس أو في غابات بلغاريا. نهر إفروس على الجانب التركي يتم البحث في مستشفى الطب العدلي في إسطنبول، أما على الجانب اليوناني فبيتم البحث على عن غاب عن مستشفى بمستشفى الإسكندر روبلي اليونان، صحيح؟ 100% أما اللي بينفقدوا في غابات 100% بلغاريا فبيتم البحث عنهم في مستشفى بوجارس. طيب سيد خالد، يعني بالنسبة للي بدهم يتواصلوا معك للبحث عن مفقود إلهم، كيف بيتم التواصل بينكم العائلات؟ أنا العائلات الأسر عندي مجموعة على فيسبوك، وعندي صفحتي الشخصية على فيسبوك. المجموعة فيها 28,000، وهيدي المجموعة اللي حطيت فيها أسر المفقودين كلهم، حطيتهم بهذه المجموعة. كان عندي صفحة كتير كبيرة، وهذه الصفحة أغلقت بسبب سياسة فيسبوك، لأنه كنا ننشر كثير جثث. يجي تقييد مثلا جثة مجهولة ننشرها نحن، إنه شو يا شباب اتعرفوا عليه شاركوا كذا. خلال ساعة وساعتين نحدد هويته. يعني للأسف عمل كثير صعب هو وقاسي على الأهالي، ولكن يعني شو بدنا نعمل، ما بعرف. مشكلة يعني، هن الأهالي بعض الأحيان تخيل إحنا ننزل جثة شخص مجهول هو وكيف هو صاير معه، والأهل يشوفوا هذا المنظر، يعني كثير صعب. وللأسف ما عدنا حل ثاني. يعني انتو سيد خالد، يعني كفريق بحث عن المفقودين، هل بتنزلوا على غابات بلغاريا، بتنزلوا على نهر إيفروس، نعم بتدوروا هناك على الجثث؟ نعم الطبيب معه فريق، الدكتور هو ينزل، وقبل 3 أيام كان هو موجود وعثر على مجموعة حقائب وعلى أحذية. نزل هو بسبب شخص اسمه عبد الرحمن ديرازور، أنا أعطيته الموقع وأعطيته معلومات، وهو نزل راح يدور معه فريق كمان ومعه البوليس. ليش؟ لأنه هو يجيب أمر بشكل رسمي ويروح، لأنه في مناطق عسكرية، وخبرني وصل رسالة عبر منصتهم أنه في مناطق عسكرية وفيها ألغام. على فكرة باليونان يعني في مناطق عسكرية، ليش هيك؟ ما في إرسال، والمفقود بس يمرض ما في يتصل وما في يعمل المناشدة وكذا. لذلك في مكانات العسكرية، المناطق العسكرية ما فيها تغطية وإرسال، ما فيها، هن عندهم تشويش بهذيك المناطق. طيب سيد خالد، يعني وعندي الدكتور في وديان يعني قال لي كثير صعبة، وادي يعني منحدرات. ممكن ان ليش المهاجرين بيمشوا بالليل وبيناموا بالنهار؟ بالليل اذا في منحدر انت ما تشوفه، منحدر ولا شيء عميق ما تشوفه. لذلك في منهم حالات يسقطوا، وسقط واحد ما عنده المشكلة، بيقول لهم المهرب بتركيا هو قاعد بالبيت، انتوا روحوا ونحن نبعث فريق انقاذ. هو لا يبعث فريق إنقاذ ولا يخبر ولا شيء. في منهم على فكرة يندفنوا بالغابات، في كثير أعداد هائلة مدفونة بالغابات. بعثت لك فيديو أني البوليس كيف نحن عملنا، بعثنا على البوليس مع الدكتور على حالة وهن عم يحفروا هذا المكان بالغابة يطلعوا الجثة. وبعثت لك كمان فيديو كيف المهاجرين عثروا على شخص وهن عم يدفنوه.
غطوه بالمناميه وعم يدفنوه. بيحفروا بعلب السردين، ما عندهم معدات، بالعلب تبع السردين بيحفروا شغلات بسيطه ويدفنوه على وجه الارض وظلوا رايحين. الفيديوهات لا ما طول قدرنا رجع. نعرضها بسبب حساسيتها لمنصات التواصل. طيب سيد خالد، يعني حسب ما فهمت من كلامك انه الحالات يلي عم تلاقوها مفقودة او يعني عم تموت في طريق الهجرة عم تكون اغلبها اما غرق او انقطاع السبل في الغابة. في اسباب تانية عم تؤدي للموت للمهاجرين غير الشرعيين بتحب تسلط الضوء عليها؟ في سبب كمان كتير رئيسي، وهو خبرني عنه الدكتور من خلال التشريح والتحليل، انه في اعداد كبيرة عم يتوفوا بالغابات. يعني انت تخيل شاب عمره مثلا 20 ولا 18، ليش بده يمر ويموت وليش بدهم يتركوه؟ هون في سبب، عم يعطوهم حبوب كبتاجول. الحبوب الكبتاجول هاي منتشرة بتركيا بشكل مش طبيعي. على اي اساس يعطوا المهاجرين الحبوب؟ يعطون الحبوب على اساس انه انت بدك تصير بطل وانت ما راح تنام بالليل وراح تصير شجاع. فنحن عثرنا على جثه، بالحقيبه عثرنا على شيء 200 حبه. وسؤال يطرح نفسه انه ليش مهاجر بده يشيل 200 حبه معه وكرمال شو؟ عملنا بحث طلع انه هن عم يعطوهم بتركيا هذه الحبوب على اساس انه يصبحوا اقوياء وما يناموا. لذلك في هون عندك تسرع بالقلب، عندك انخفاض مستوى الخلايا البيضاء اللي هي الدفاع عن الجسم وعن هذا، عدا التوتر، عدا القلق، عدا النشفان، عدا الخوف اللي يصير معاهم مع هذه الحبوب، يعني تعمل له توقف بالقلب مباشر. ليه؟ هو خايف، هو بدون حبوب هو خايف ومتوتر وقلق، ويعني طريقة غير شرعي. هو بدون حبوب هو جاي يموت، كيف إذا بده ياخذ 10 حبوب مثلا شو بده يصيبه؟ يعني أمر مؤلم. طيب سيد خالد، يعني بعد خبرتك من 2018 إلى الآن بالبحث عن المفقودين ومتابعة موضوع الناس اللي طالعة على أوروبا، شو نصائحك للناس اللي عم تفكر لسه يعني تقدم على خطوة التهريب أو الطريق غير الشرعية لحتى يتجنبوا إنه يموتوا مثلا في طريقهم إلى أوروبا أو يضيعوا الطريق؟ أنا بنصح كثير الشباب وبالأخص القاصرين، نحن القاصرين كثير يعني عن جد قاصرين. ليش؟ لأنه هن الفئة اللي مغرر يعني يغرروا فيهم وبيقنعوهم بسرعة. نحن ننصح الناس إنه تشوفوا فيديوهات أنتم الوصول، المهربين بينشروا الجانب الإيجابي. يا حبيبي يا مشاهد، المهرب ما له مصلحة ينشر إنه والله انفقد عندي شخص أنا بالغابة ونحن ضيعنا شخص، ما له مصلحة. هو له مصلحة بشكل عام، اللي بيشتغلوا بهذه الطرقات له المصلحة يضووا على الجانب الإيجابي على الشكل التالي. في مجموعة مثلا وصلت، هن بيعملوا فيديو إنه وصلوا بتاريخ فلان عبر فلان عن بتاريخ كذا، تمام؟ هون يسيل لعاب الآخرين. هذا الفيديو اللي ينتشر عن الوصول وعن الشجاعة وعن ما بعرف شو، وما حدا يذكر الجانب السلبي اللي هو انه مثلا فقد واحد ولا اثنين ولا غرق 5. هذاك اليوم غرق 13 واحد تونسي، 13 واحد غرقوا وما طلعوا لحد هذه اللحظة. الحادث صار له تقريبا شيء 10 ايام، 13 واحد فرد مرة راحوا بالنهار ما طلع ولا واحد منهم، تخيل. لذلك نحن ننصح الناس ما تشوفوا هذه الفيديوهات اللي مفبركة عن الوصول لحتى تعد للمليون. شوف الطرفين، انت شوف الطرفين، شوف الجانب السلبي شوف الجانب الإيجابي وانت اختار. نحن ما بنقول لك لا تجي، ونحن ما لنا علاقة نحن بهذه الأمور، ولكن احسبها بشكل صحيح. شوف كل الجهات وشوف الطرق القانونية، شوف أي شيء مناسب. يعني في مفوضية أمم متحدة، في عندك طرق هجرة شرعية كثير. طيب سيد خالد، يعني خلال عملك من 2018 الآن، في أعداد معينة لأعداد المفقودين اللي ساهمتوا في العثور عليها أو تواصلوا أهلهم معكم؟ الأعداد كتير كبيرة، في عندك سوريين، في عندي مغاربة، في عندي جزائرية، في عندي، على فكرة نحن ما عندنا مشكلة بالجنسيات ونبحث عن الجميع. حتى إيراني، هذاك اليوم أجتني حالة إيراني وانتقدوني شوي بالصفحة إنه هذا إيراني كيف عم تدور عليه. لذلك نحب نوضح عبر منصتهم إنه نحن ما عندنا مشكلة بالأديان ولا عندنا مشكلة بالجنسيات، نحن صفحة إنسانية نبحث عن الجميع.
نحن نبحث عن الجميع، لذلك في أعداد كثير كبيرة، وأي مفقود له 3 أشهر عليه علامة استفهام، يعني أي مفقود له 3 أشهر ما تواصل هون في علامة استفهام سوداء. يعني سنويا أسبوعيا تقريبا، يعني الأرقام يلي بتقدروا تساعدوا في الوصول إلى جثثهم في أعداد معينة؟ الأرقام المفقودين بشكل يومي نحن نتلقى حالات، ليش؟ لأنه آلاف المجموعات تحاول وتفشل بالعبور من كلا الطرفين، تمام؟ لذلك المفقودين بشكل يومي نحن نستقبل حالات، بس الحالات اللي جديدة ما كتير يعني إنه نهتم فيها، يعني مثلا يجيك واحد يقول لك أنا فقدت أخوي امبارح. ممكن اخوك انت عفا مسكوا مثلا الجيش التركي واخذوا على الكامب حبس واخذوا على السجن، يعني بده اسبوع ممكن يطلع، في بعض الحالات اسبوع واسبوعين بيطلعوا بشكل اوتوماتيك، يعني هذول نحن ما نعتبرهم مفقودين. المفقود اللي له 3 اشهر وما فوق ما تواصل. تقريبا يوميا بعدين في قديش شغله بيوصلكم حالات من هذا النوع؟ كيف؟ يوميا تقريبا قديش بيوصلكم حالات من هذا النوع؟ يوميا حالة أو حالتين بشكل يومي. وفي ناس، بدي أحب أوضح نقطة كمان أنه لازم أحكي فيها، في ناس عندهم مفقود وهن ما بيحكوا، يعني يجوا متابعين صفحتنا، هن متابعين منشوراتنا، وعنده أخوه مفقود ولكن لا بده ينشر عليه ولا بده ليش؟ سألناهم أنه ليش أنتم عندكم مفقودين وليش ساكتين؟ قال نحن والله ساكتين مشان مشاعر الأب والأم، مشان امي وابي ما بدي اخبرهم، يعني مشان ما يزعلوا، مشان ما بعرف شو. في كثير حالات يعني مفقودين وهن ساكتين مراقبين الصفحه ومراقبين المنشورات وعلى امل هن ما بدهم ينشروا ولا بدهم يحكوا. نتمنى السلامة للجميع سيد خالد، وإن شاء الله يعني الله يرحم جميع من توفوا يعني على طريق الهجرة إلى أوروبا، الله يرحمهم. وبدي أتشكرك كثير سيد خالد الشمري المتطوع بالبحث عن المفقودين من عام 2018، كنت معنا من ألمانيا في حلقة اليوم بأورينت بودكاست. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم جميعا، شكرا لك، شكرا. يعطيك العافية.